في النظافة لأبقى نظيفة وأتمكن من توفير حياة كريمة لأبنائي وزوجي الذي توقف عن العمل. بهذه الكلمات علقت المغربية سناء معطاط ملكة جمال عاملات النظافة لعام 2018 على تتويجها باللقب واعتزازها بمهنتها. معطاط ترتدي الزي الخاص بعاملات النظافة وتتوجه إلى عملها في الصباح الباكر مقبلة على الحياة وفخورة بدورها فيها. شغلت هذه المهنة حتى تتمكن من توفير قوت أبنائها ومساعدة زوجها الذي توقف عن العمل، وتؤكد سناء أنها فخورة بمهنتها ولا تفكر في تغييرها، بل إنها تعتز بالمساهمة في تنظيف شوارع بلادها. المظهر الجذاب لم يكن وحده السبب وراء تتويج معطاط باللقب، لكنها استوفت شروط المسابقة والتي تستوجب الإتقان والانضباط في العمل في خطوة يهدف من خلالها منظمو المسابقة إلى دفع عاملات النظافة على العمل والكفاح والاعتزاز بمهنتهن. مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر تتويج معطاء، وتفاعل رواد هذه المواقع مع الحدث الذي اعتبره كثيرون مدعاة للفخر ونموذجا للمرأة المكافحة التي تؤمن بأن العمل قيمة إنسانية.